يعطيك العافية يا زينب. ما زلنا مستمرين مشاهدينا في مساء دبي، ولكن بعد الفاصل تريونا. باتت السيارات الكهربائية جزءاً من حياتنا الآن مصنعين ومستهلكين، وأصبح مؤكداً أنها هي المستقبل بهدف التحول نحو بيئة أفضل وأيضاً تقليل الاعتماد على النفط الخام. ولكن أيضاً السؤال أكثر تداولاً بين الجمهور، أيهما أفضل، السيارة البترول أم الكهربائية؟ بنتعرف أكثر على موضوعنا وجواب وسؤال مع ضيفنا سعيد الجنيبي، خبير سيارات كهربائية. حياك الله ويانا يا أخوي سعيد. الله يحييك يبيك يا أخوي يوسف. يمكن أخوي سعيد، يمكن قبل 10 سنوات أو أكثر حتى، يوم كانوا الناس يتكلمون أنه بيكون في سيارة كهربائية، كان شو سيارة كهربائية؟ الحين أنا تشرج سيارة، شي هي تليفون أو هي موبايل. فالموضوع كان مستغرب ومستبعد عند كثير من الناس. مع مرور الوقت وارتفاع أسعار البترول العالمية لا يخفي على حد هذا الشيء، صارت الناس ها دور الخيار الآخر، البترول غلى، اللي عنده سيارة فور ويل متغرب من الأسعار، فقاموا يبحثون على السيارات البديلة بدون ذكر أسماء. السيارات الكهربائية صارت موجودة في بلادنا الحمد لله، وظهرت كنوع، والنوع الثاني ظهر وراء، والناس صار عندها يقظة إن أو وعي، نقدر نقول إن لا، حان الآن الوقت للتفكير، التفكير في التحول للسيارات الكهربائية، أقل تكلفة، أوفر طبعاً من حيث الطاقة، هي محافظة على البيئة. السيارة ما تكلف شيء، إذا تقارن بين سيارة كهربائية وسيارتك البترول، إذا بتصرف 1000 درهم شهرياً على البترول أقل شيء، سيارتك الكهربائية ما تكلف شيء، واير في البيت وتشرج السيارة، يعني مبلغ زهيد جداً. فقولك خبير في السيارات الكهربائية، تحس متى بدأت الناس تنتبه للسيارات الكهربائية؟ أول شيء أخت سماح، بداية السيارات الكهربائية مثل ما نعرف، يمكن اللي نسمع عنها أكثر شيء اللي بدأت هي التسلا. طبعا أنا بسرد تسلسل الانتشار هذا من ما بدأت تسلا بتصنيع أول سيارة لها، اللي هي كانت التسلا الرودستر في 2008. نعم. السيارة هي تصنعت منها تقريبا تصنيع محدود، كان في تقريبا 2450 سيارة. من 2008 إلى 2012 هذه كانت فترة يعني ما فيها أي انتشار لسيارة كهربائية خاصة خارج الدولة، أنا أتكلم حالياً في أمريكا تحديداً. في 2012 تسلا أصدرت الموديل S كسيارة للاستخدام اليومي، وهذه السيارة اللي بدأت تنتشر في السوق الأمريكي. نحن هني في دولة الإمارات متى بدينا نلتمس أو نحس بانتشار السيارات الكهربائية؟ في 2017 تسلا دشنت أو افتتحت مركز بيع لها في دبي، وبدت الناس شوي تسمع عن السيارات الكهربائية. الحين من 2017 ل 2020 كانت هذه فترة خلينا نقول التخوف والتساؤلات. نعم صحيح، والتردد. نعم هي والتردد في أنها أشتري السيارة ولا لا، علما أن قبل 2017 كانت في ناس تستورد التسلا أو سيارات كهربائية من خارج الدولة، وأنا كنت واحد منهم، فاستخدموها في قبل 2017 ولكن ما كانوا بكثر. فمن 2017 2020 كانت الناس تتردد. في 2020 و2000 ولا اليوم اسميها هذه فتره الطفره لظهور السيارات الكهربائيه. صحيح. صحيح. خاصه قمنا نسمع عن التسلا، قمنا نسمع عن الفولكس ويجن، عفوا قمنا نسمع عن البورش تايكان، قمنا نسمع عن المرسيدس، قمنا نسمع عن الاودي وغيره ما الى ذلك. أنا أتوقع بأن النقلة النوعية هذه اللي حاصلة في السنوات الأخيرة هاي كلها بسبب تطور البنية التحتية. اليوم عندنا السيارات كهربائية، تطور البنية التحتية للسيارات وتوفر الأماكن شحن السيارات، غلاء البترول لعب دور كبير في يعني اختلاف أكيد. توجه الناس، يعني في ناس كانت نهائيا ما تفكر في هذا التحول للسيارة الكهربائية، الحين في ظل الارتفاع اللي نشوفه في أسعار البترول يقول لك لا، أنا باخذ لي سيارة كهربائية، حتى اللي تكون سيارة يعني مو بأساسية في البيت، تكون السيارة يعني خيار ثاني. أيوة، لأن خليها للمشاوير البعيدة والآخري أو المشاوير حتى القريبة. وغير كذي بعد، أنت مو بس أنه بيوفر، يعني اللي اليوم يدفعه في البترول ممكن هو نفسه يدفعه في قسط البنك. صح، فسيارته هي هي وجهة النظر أو التفكير عند الناس، إن هذا بدل أدفع قسط، بدل أدفع بترول أدفع قسط سيارة، قسط البنك. نعم. كثير من الشباب في تخوف
من اللي بعض تدري انت كل حدث له ناس تتكلم فيه، يقول لك لا والله هاي انا كيف امشي في سياره كهرباء، ممكن ذبذبات، ممكن تفضل شارج، تفضل شارج، ممكن امور كثيره يعني. تفضل شو تقول اللي دائما يتساءلون هذه الاسئله؟ هو شوف التخوف هذا ما يا الا من باب انه يمكن ما احصل مكان اشحن السياره، يمكن السياره هاي انا اذا طلعت مشوار طويل ما اقدر اوصل للمشوار هذا. فهذا ارجع واقول يرجع الى تطور البنيه التحتيه، واليوم نحن قاعدين نشوف التطور السريع والملحوظ، خاصه سمعنا عن خبر امس او اول امس تقريبا عن شراكه ادنوك مع طاقه بتخصيص اكثر من 70,000 شاحن على مستوى الدوله. جميل. فهذا شيء يعطيك اليوم اطمئنان انك انت وين ما تكون بتحصل، ممكن تحصل شاحن للسياره. احنا شفنا مبادرات من الار تي اي في السابق في كذا سنه في المحطات، حطت الشاحن موجود في المولات موجوده وموجود في المولات. بس كنا نفكر احنا كشباب ليش حطوها، ما نشوف سيارات كهربائيه في الدوله. صح. مع العلم ان انت قلت من 2017 كانت موجوده وانت من الناس اللي اقتنيت السياره. صحيح. زين اذا نتكلم او مثلا الناس اللي مثل ما قال يوسف، في ناس لين اليوم تفكيرها رافض موضوع السيارات الكهربائيه. يمكن انا احس ان السياره الكهربائيه تعلم الشخص على النظام، يعني مثل ما انت حريص انك تشارج تليفونك او ايبادك، انت بتكون حريص كل يوم قبل لا تظهر من بيتك على الاقل في الليل، مشاويرك بتشارج السياره عشان انت عندك يوم ثاني حافل، فبتتعلم النظام. حتى لو انسان غير منظم السياره بتخلي اخليتنا يكون منظم. صح. هو دائما اصلا لايف ستايل جديد هتنقل، وانا دائما اشبهها باللي كان يستخدم نوكيا وصار يستخدم سمارت فون او غير عادي تحول لاوتوماتيك. بالضبط. يعني فالامور هاي النقلات هاي لابد تحصل، لان التكنولوجيا يتطور، المستقبل يتغير. فهذه الاشياء اللي اليوم انا اتوقع ان السياره الكهربائيه بنوصل الى 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 مدى او الى سنه من السنوات ان خلاص السياره الكهربائيه انا ما اقدر استغني عنها. نعم. صحيح. يعني ما بتتم خيار ثاني، هي ممكن تكون خيار أول. بالنسبه لي انا السياره الكهربائيه حاليا خيار اول. ما شاء الله من 2017 لليوم هي بالنسبه لك خيار اول. نعم. شوفي ظنك بيكون مستقبل السياره اللي تمشي على بترول؟ والله انا اعتقد بتنقلب الايه، ما راح تختفي السياره الكهربائيه، عفوا السياره البترول، ولكن راح تقل. اليوم مثلا نحن نشوف سيارات الكهربائيه مثلا تمثل 10% مثلا من كميه السيارات الموجوده، ولكن بعد 5 سنوات او ما خلينا نقول 2030 او 2035 بنشوف العكس صار. سيارات اليوم سيارات يعني مثلا في اوروبا او الاتحاد الاوروبي نزل قرار بان من 2035 تتوقف تصنيع سيارات كهربائية، ومن 2050 بتكون البيئة خالية من انبعاثات الكربون. تتوقف سيارات البترول قصدك؟ بتتوقف سيارات، عفوا نعم، بتوقف سيارات البترول في 2035 خاصة في أوروبا. نعم نعم. وكذلك هذا الشيء يعني اليوم أرجع وأقول الانتشار اللي نحن قاعدين نشوفه اليوم يعطي اللي حوالينا أريحية إنها شو رأيك أشتري، هي والله أنا نعم جربت والحمد لله. فالتجارب الفترة الأخيرة كلها كانت إيجابية بأمان. يعني حتى أنا أذكر قبل رمضان اللي طاف كانت أسعار مثلا السيارة الجديدة اللي ذكرت مو بتسلا الثانية كان سعرها جدا يعني مناسب. نعم. مناسب. نعم. هكو برمضان سبحان الله ارتفعت الأسعار مع الإقبال المتزايد على السيارة، حتى كانت أوت أوف ستوك يعني في معظم المعارض. صحيح. اختفت. صحيح. أو ارتفع بعد سعرها وصار الطلب يعني تتريا دورك. صح. فهذا يدل أن الناس قامت يعني استوى أبديت لعقليات. صحيح. الناس قامت تتقبل السيارة الكهربائية. كلمة أخيرة أستاذ تتوجهها للمشاهدين اللي بعدهم مترددين ما بين الكهرباء وما بين البترول، يقولك يا ود مينونك ليك لين منه. أنا أشوف السيارات الكهربائية عبارة عن لايف ستايل، الواحد بس يتعود عليه في البداية، مثل ما قلت يتعود على التليفون في البداية. نحن يوم كنا نستخدم نوكيا صرنا نستخدم آيفون، شوي حسينا صحيح. أو أندرويد حسينا في فرق. صحيح. لكن فترة بسيطة 2-3 أسابيع تصير عادة، فهذه الفترة جدا يعني أنا أشوفها سلسة وسهلة، بأن اليوم أنت تنتقل من سيارة بترول إلى سيارة كهربائية. يعني أنا أتوقع هذا شيء يعني راح يصير بإذن الله تعالى قريبا، قبل يمكن عن 2030. أنا أتوقع يعني خلال السنتين القادمات نشوف انتشار أكبر وأكبر. شكرا. مع الخبير سعيد الجنيبي. سعيد الجنيبي شكرا لك لهذا اللقاء. الله يطولك. شكرا للنصيحة. إذا مشاهدينا ما زلنا مستمرين، بتحول على الكهرباء ولا لا؟ أنا والله البترول كهرباء. تمام. عقب الفاصل برد نواصل وياكم مواضيعنا تريونا.